يا صاحب الكرب ويا صاحب الهم، أما يجيب المضطر إذا دعاه. خدي بالك، ده ربنا بيقول لك ارفع إيدك. سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه في غداه، وسأل ربه ها في الحذاء بتاعه، ها، وقال لربنا في كل وقت أنا محتاج لك ومفتقر إليك. فافتقر إلى الله يغنيك الله سبحانه وتعالى. طيب المسح على الهدوم في الوضوء ما يجس، ولكن هذه الشراب النساء عموما، النساء عموما رخص لهن حتى تأتي مكان فيه وضوء، لأن هي جماعة في حقها. يعني إيه؟ يعني العصر ايه؟ مثلا، هقول لك حالا، العصر دلوقتي هيأذن، فالشيخ محمد يقوم يصلي العصر، ماشي كده؟ طيب، والست دعاء هي جماعة في حقها، ما نقولهاش انت قومي صلي جماعة، لأن هي جماعة في نفسها. لما بتصلي في بيتها لوحدها بيحسب لها أجر الجماعة، لما بتصلي لوحدها يحسب لها أجر الجماعة. طيب ليه؟ لكن تمسح على الكم ما يجوز، ركزي معايا، تمسح على الإيه؟ على هالكم ما الكم يجوز. ما يجوز، تمسح على الإشار ما يجوز، على الحجاب ما يجوز، إنما المسح على الجورب فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. خلاص، يبقى أنا بتكلم على الأساس أهو، أنا ما مسح على بتكلم، الحذاء ما أنا بقول يجوز. الحذاء أهو، بس خلي بالك الحذاء يختلف. لو الحذاء زي اللي أنا لابسه ده عزكم الله مش هينفع. ليه؟ لأنه هو مش بوت أهو. لو بوت ينفع. لو بوت ينفع، لأنه هيبقى مغطي الكعبين بقى، لكن أنا هي الكعبين باينين أهو عندي أهو، الكعبين باينين هنا. يعني انت خلاص، تخلع الحذاء وتمسح بمسح على الشراب الشراب، كده، امسح الشراب من فوق، طويل اهو. من فوق مش من تحت، عزكم الله. المسح من هنا. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل لكان باطن الخف اولى بالمسح من ظاهره. مش كده ولا مش انا بدوس من تحت؟ الستات ساعات يبقى الحاجات لا، ضيقة ضيقة نستنى لما نروح، فاتت، نستنى لما يعني نروح، الصلاة تعدي نستنى لما نروح عشان تتوضى، لان الوضوء. بص لازم يا ست اسباب دعاء، الوضوء يا ست لازم. دعاء، عشان تخلصي البرنامج، انا عارف عمالين يصوتوا في ودنك، الحمد لله ان ربنا عافانا. بص يا ست دعاء، احنا عندنا حاجه اسمها الفرض وفرض الفرض. ايوه ايه الفرض؟ الصلاه. فرض الفرض ايه؟ الايه؟ الوضوء. الوضوء فرض الفرض الفرض، بتاع الفرض. جدع. يبقى لو ترك فرض الفرض بطل الفرض، ولو بطل فرض الفرض لبطل الفرض. يبقى ده الاساس اللي هنبني عليه العماره. يبقى اذا كان باطلا، ها، لكن يجوز انه شعرايه واحده تتلمس، يعني نعمل شعرايه، كده، نقوم لو عاملين جابت كده من غير شعرايه كده من مقدمه الراس، لو دخلت ايديها من بصابع تحت كده وتقوم لو عامله كده، دخلت من تحت الخمار وعملت كده وخلاص، خلاص اصابت الشعر، انتهى انتهت القضيه. والجورب نفس القصه، او الشراب او الحذاء اذا كان بوت، لكن الرجل، الايد، الكوع اعزكم الله، لغايه لا، الكوع لحد هنا، لازم لحد يتحرك. السواد كمان، نعدي السواد كمان، خلاص كده. نورتني صليت يا على فضيلة الشيخ، انار الله وجهك بالايمان وقلبك بالسعاده والاطمئنان، ورزقني واياك يا رب. والمشاهدين زياره النبي العدنان. قولي امين. امين يا رب العالمين. فاصل قصير ونعود.